السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله يومكم وإن شاء الله أسبوع موفق ورمضان كريم. هذه أمطار الخير بإقليم سيدي إفني ما شاء الله. يعني ان شاء الله جو رائع وجميل بارك الله. غير الوقت مسكينه باغي هذه السحاب، الحمد لله يا ربي حمدينك وشاكرينك على نعمك يا رب. من 11 ونص تقريبا وهي خدامة تبارك الله تبارك الله. وإلى الوقت باغي تسحب وخاصة هادنا أبايليت بعمران الله يسخر. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله يا رب يا رب بارك الله. الله يسخر ما شاء الله. أمطار بخير يقدم سيدي إفني اللهم اسق عبادك ورحمتك وانصر رحمتك واحيي بلدك الميت يا رب. إلى الوقت داء سعد ما كان هكا راه مزيان الله تبارك الله. ديال إفني إلا شربت غير شبعت شوية الماء تبارك الله تبين الخضورية ديالها. خليتها ماشية القلمي ما تسحب، خليتها ماشية الشور اليمين شوي من الوقت من
ان شاء الله الدنيا زينه يا رب. لو بعد غرق استقرار شوي الدنيا. يا رب لنا حمدنا بشكلك يا مولانا يا كريم، يا رب لنا حمدنا بشكلك يا مولانا يا كريم، يا رب لنا حمدنا بشكلك يا مولانا يا كريم، نحمدك ونشكرك على كل نعمك، يا رب لنا حمدنا بشكلك، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك. وحي بلدك الميت يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الجوهر ديال الطواجن عاوتاني البرد، ولكن بماش سمع رمضان، والله إلا غير ديال الطواجن البرد ديال هاتاي، الحطب مني يا أحمد، عيد رمضان كريم خويا ما شاء الله. جيت الاربعاء بنستي تبارك الله عيد خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله ينفعكم ان شاء الله. طنطان وجاتكم شي سحاب طنطان وكليمين ولا والو؟ انا كليمين خليتها قايسة سحاب، كاين سحاب في طنطان السمارة سيدي، هنا يتبع عمران تبارك الله وما شاء الله. هاد القليمين لحتكم شي من السحاب، هاد الطنطان
نفس البشير لما ما لحقها والو ولا لما من البرد او خيي انا مركت قبيل خليتها عندي من فاس سبحان الله هي حبست فم ولا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله دار بعد مستبعدة تبارك الله ويتيوب ايتيوب وينستيتن سمعوا تبارك الله شكرا الله يزيدهم اللهم زيدهم يا رب تبارك الله طبعا يا مشوي في الليل سايقين صحاب العسل ما يكذبوا بعد تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله واحد تنقرفة وتوزة واش خاطة فيها شي سحر ولا والو ناس تنقرفة وتوزة ولا ما معنا حد حتى المساش عندهم ما يسمعون الله يحفظهم الشعب راسه وقاسي والله حتى هاد المساش مات له يخافوا من الحكي لك سمع عليه هو كيشوف فيه
الله نسيتهم راضي عليكم مولانا. خلوكم شفتوا شويه معنا هذه الاجواء والله يمشي وراه تبارك الله زينه صبت اليوم في ايت عمران ايت عمران كامله تبارك الله. نتمنى الجو ديال السماء مازال راه مشتو كيفاش داير يعني مازال في السحب وان شاء الله هذه السحب نتمنوا ان تكون مولي باش زيارة قادية زيارة ورمضان كريم الله يعوضكم.